مناسك الحج. إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات. ها هي أيام الحج تهل علينا بنفحاتها وشعائرها وخيراتها. هو الشهر الحرام والبلد الحرام والبيت الحرام. يأتي إلى بيته الحجاج من مختلف البقاع، وعلى اختلاف ملامحهم وبلادهم متساوون أمام رب البرية في هذا المكان العظيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هو مشهد مصغر من يوم الحشر الأكبر، حين يلقي الناس بأنفسهم أمام باب الواحد القهار، فاتحين قلوبهم، تائبين من كل ذنوبهم ومن كل ذلاتهم أمام رب غافر الذنب وقابل التوب ووعده حق. أرى الناس أصنافا، ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات. الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في العمر، بشرط الاستطاعة البدنية والمالية على أداء مناسك الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وللحج أربعة أركان أساسية، هي الإحرام مع النية، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. فإذا نوى المسلم أداء الحج بدأ الاستعداد للسفر، عليه أن ينوي نية أعمال الحج، وهي ثلاثة أنواع: نية التمتع، وهو أن ينوي الحاج العمرة فقط. نية القران، وهو أن ينوي الحاج الحج والعمرة معا في نية واحدة. نية الإفراد، وهو أن ينوي الحاج الحج فقط. والإحرام في الحج له ميقات زمني وميقات مكاني. فالميقات الزمني هو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. أما الميقات المكاني حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يلي: ميقات أهل مصر والشام والمغرب، وهو الجحفة. ميقات أهل المدينة المنورة، وهو ذو الحليفة. ميقات أهل العراق، وهو ذات عرق. ميقات أهل اليمن والهند ومن جاورهما، وهو يلملم. ويقاس على هذه المواقيت ما يلائم الأماكن التي جاء منها الحجاج في أي مكان في العالم. بعد أن نبدأ الحج بالنية ثم الإحرام من المنزل أو الميقات، يكون الإحرام للرجل بترك المخيط وستر البدن بملابس الإحرام البيضاء غير المخيطة، وللمرأة في ملابس شرعية من أي لون، وإحرامها بأن تكشف وجهها وكفيها. فإذا وصل الحاج إلى مكة ودخل بيت الله الحرام، فيستحب له الطواف بالبيت الحرام، فيستعد بالاغتسال ويتوجه للمسجد فيدخله
مقدما رجله اليمنى وهو يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا رأى الكعبة المشرفة هلل ثلاثا وكبر ثلاثا، ثم دعا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم ينوي الحاج الطواف ليطوف سبعة أشواط، يبدأ كل منها من الحجر الأسود جاعلا إياه على يساره. فإذا فرغ الحاج من الطواف يستحب له صلاة ركعتين عند المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وهو سعي التمتع بالعمرة مع الحج، وسعي مزدوج للحج والعمرة لمن كان قارنا بينهما. فإذا كان متمتعا بالعمرة مع الحج تقضي شعائر الحج بالترتيب: أن يتحلل من الإحرام بعد السعي بين الصفا والمروة، ويحلق أو يقصر، ثم يعود ليجدد إحرامه من جديد للحج في يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة. أما المفرد بالحج أو القارن بين الحج والعمرة فيبقى على إحرامه دون تحلل. فإذا ما كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، تبدأ أعمال الحج الكبرى، وتبدأ بالمبيت بمنى، حيث يبيت الحجاج بمنى يوم التروية، حيث يحرم الحاج المتمتع ويبقى القارن والمفرد على إحرامه. ومن السنة في هذا اليوم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم المبيت حتى تطلع شمس يوم عرفة، إلا إذا كان هناك زحام فيذهب الحجاج إلى عرفة مباشرة. أما يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم الحج الأكبر والركن الذي لا يتم الحج بدونه، حيث يصعد الحجاج إلى عرفات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومن أدعية دخول عرفات: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت، اللهم اجعلني ممن تباهي بهم اليوم ملائكتك، إنك على كل شيء قدير. وفي مسجد نمرة بعرفات يستمع الحجاج إلى خطبة يوم عرفات، ثم يؤدون صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا، جمع تقديم، بأذان واحد وإقامتين، اقتداء بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقضي الحاج بقية اليوم في الصلاة والدعاء والابتهال حتى غروب الشمس. وبعد غروب شمس يوم التاسع من ذي الحجة يفيض الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، حيث يصلي الحجاج المغرب والعشاء جمع تأخير وقصر بأذان واحد وإقامتين، ثم يستكمل شعائر الحج بالتفصيل بجمع الحصيات، وعددها 49 لمن يرمي يومين، و70 لمن يرمي 3 أيام. ثم يمكن للحاج البقاء في مزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل، أو البقاء إلى ما بعد صلاة الفجر. ثم يقف الحاج عند المشعر الحرام ويدعو بما شاء. فإذا جاء يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، فإنه يستعد لرمي جمرات العقبة الكبرى ب7 حصيات من بعد طلوع الشمس حتى الزوال. بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يذبح المتمتع والقارن هديه، الهدي هو الأضاحي. فإذا لم يجد هديا عليه أن يدفع ثمنه لغيره من الفقراء، أو يوكل غيره في الشراء والذبح. وإذا لم يملك ثمنه فإنه يصوم 10 أيام. فإذا كان اليوم الثاني والثالث من أيام النحر الموافق 11 و12 من ذي الحجة، استكمل الحجاج مناسك الحج بالترتيب، حيث رمى الحجاج الجمرات 3: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وفي كل مرة ب7 حصيات من الزوال حتى غروب الشمس. بعد الانتهاء من التقرب بالهدي يحلق الحاج شعر رأسه أو يقصره، وعلى النساء التقصير فقط. بعد ذلك يباح للحاج كل شيء
حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل التحلل الأول. بعد التحلل الأول يسن للحاج أن يتطيب ويتوجه إلى مكة للقيام بطواف الإفاضة، ويؤدي كما يؤدي طواف القدوم، وليس على الحاج السعي إذا كان قد سعى من قبل. بعد الانتهاء من طواف الإفاضة يتحلل الحاج التحلل الأكبر ويعود إلى حياته العادية، ويباح له كل ما كان مباحا قبل أن يحرم. ينتهي ضيوف الرحمن من مناسكهم راجين الله قبولها دون رياء أو سمعة، وداعين ربهم أن يغفر لهم ما تقدم وما تأخر من ذنوبهم، وأن يقبلهم في عباده الصالحين. بعد الحج تخفق قلوب الناس لرؤية الحبيب سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك حيث الروضة الشريفة بين بيته ومنبره، إلقي السلام عليه: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصمين.